مرحبا بكم مشاهدينا في أولى حلقاتنا جربها مع عيسى من هني في معرض الصيد والفروسية. نحن اليوم متواجدين في قسم محمية المرزوم للصيد، واللي حاب يجرب هذه الهواية بالطريقة التقليدية ما عليه إلا أن يزور هذه المحمية، تفتح أبوابها إن شاء الله في شهر 11 لغاية شهر 2. خلونا نجربها مع عيسى في معرض الصيد والفروسية. مشاهدينا الكرام، متواجدين في معرض الصيد والفروسية وتحديدا في جناح الوحدات المساندة، واللي حاب يجرب الرماية بالمشبهات حياه الله وإن شاء الله بيستانس. واو والله شفت ليت قسم بالله. كونيتشوا. هذه كانت تجربتي اليوم في جوتكو في الجناح الياباني، الشاهي الياباني، جدا مفيد وصحي ومضاد للأكسدة، لازم تجون وتجربونه. هذه كانت حلقتنا اليوم، في أمان الله.